وللإضاءة على التطورات السياسية ينضم إلينا رئيس تحرير جريدة النهار الأستاذ غسان حجار. أستاذ حجار أهلا وسهلا بك. مساء الخير، يعطيك العافية. بعد موضوع الدورة الاستثنائية، هل يمكن للرئيس ميقاتي الدعوة لاجتماع للحكومة رغم احتمال غياب وزراء الثنائي الشيعي؟ لا، الحقيقة الدورة الاستثنائية ما أخرجت عن الحكومة، لأنه هي كانت محاولة مبادرة لصفقة جديدة أنه نعطي الدورة الاستثنائية بمقابل أنه بهذه الدورة الاستثنائية يصير في دراسة مجددة لقانون الانتخاب، وخلال الدورة الاستثنائية يعزل أو تنشال صلاحيات من القاضي طارق البيطار، وبالنتيجة تجتمع الحكومة. ولكن هذه حتى الصفقة الجديدة كبوادر صفقة ما تمت. الرئيس نبيه بري بيقول أنه بالمعنى أنه شو عم ببيعنا من كيسنا، يعني أنه الدورة رح تنعقد بما أنه في عريضة نيابية وفيها أصوات كافية. فعمليا أنه رئيس الجمهورية عم ببيعه من كيسه، فمنوا رافضين لحد هلأ المقايضة بهذا الموضوع الدورة الاستثنائية. ثاني شيء، الدورة الاستثنائية إذا كانت بتتمشي الأشياء معناتها بدها تعطي الرئيس عون يرجع يعمل الدائرة 16 للانتخابات النيابية، وأكيد المجلس، لا رئيس المجلس ولا الأطراف السياسية رح يعطوه هيدا الشيء للرئيس عون بالفترة المتبقية من ولايته، أو يعطوها يسلفوها للنائب جبران بسير رئيس التيار الوطني الحر. كرمال هيك بنشوف أنه الأمور معقدة أكثر من ما يعني أكثر من ما بنتصور. التسوية منا ماشية، الحوار حتى منه ماشي يعني. صح، ولكن يعني حتى الكلام هلأ في خلافات حول موضوع الصلاحيات، وذكرت هذا الموضوع، ممكن تمرير هذه المواضيع الكبيرة بدورة استثنائية بهذا الوقت أستاذ مع حجار؟ لو في توافق سياسي ما بيعود مشكلة أنه هي دورة استثنائية بمشوا كل الأمور، ولكن ما في اتفاق سياسي، يعني حتى الدورة الاستثنائية رح تمشي الأشياء الضرورية اللي ما في خلاف كبير حولها. أما الأشياء الخلافية فأكيد ما بتمره، لأنه بيصير في مقاطعة وبيصير في غياب وبيصير في مشاكل حولها. فحتى المجلس النواب منه مستعد يروح على تصادم أكبر من الحالي بالوقت الحاضر. الرئيس ميقاتي كان ينوي مناقشة الموازنة وبعدين إقرارها بمجلس النواب. الرئيس ميقاتي عم بيحاول يقنع كل الأطراف أنه بنعمل جلسة بس للموازنة، ما بنفوت على ملفات تانية وعلى ملفات خلافية. ولكن لحد هلأ بعد ما حصل على أي جواب ولا أي ضمانة لانعقاد الجلسة، وبعد لحد هلأ يعني حتى ما عنده أي بوادر إيجابية خلينا نقول. ما هي حظوظ نجاح طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس الجمهورية أستاذ حجار، في ضوء يعني بلشت المواقف تطلع أنه مش هذا التجاوب لحد الآن؟ لا، الحقيقة لحد هلا يعني حتى بس المشكلة انه عم كل شيء عم نشوفه يعني كثير سلبي، ولكن هيدي هي واقع الامور. طاولة الحوار لحد هلا ما جاوب عليها غير حزب الله رحب فيها، واكيد التيار الوطني الحر اللي ما له فضل انه يرحب يعني. اما باقي الاطراف ما حدا بعد رحب فيها. ثاني شيء، الرئيس سعد الحريري اليوم انه ابلغ الرئيس أنه لن يشارك. القوات اللبنانية لن تشارك، الكتائب لن تشارك، فحوار مع مين يعني؟ وحاول شو؟ أكيد الرئيس نبيه بري ممكن يرحب علنا بكل دعوة إلى الحوار، وهي ترحيب عمومي يعني. صح. ممكن يختلفوا على تفاصيل جدول الأعمال. كرمال هيك حتى الحوار منه مقلع لحد هلا، وأنا برأيي يعني ما عاد الأفرقاء السياسيين رح يعطوه أي ورقة كاسبة يكسب فيها الرئيس عون بالفترة الولاية المتبقية من ولايته. كان هناك كلام أن يكون الحوار بعد الانتخابات، هذا موضوع تاني، لأنه بعد الانتخابات كمان بنكون نحن على فترة كتير قريبة من انتخابات رئاسة الجمهورية، وبتكون كمان الأمور محتدمة. فهلأ لو لبعد الانتخابات يعني بدنا نقول مثل ما نقول بالدارج حيا وفرج، أنه ما فينا نقول من هلأ لبعد الانتخابات، هو داعي لهلأ بهذه المرحلة، بهذه المرحلة دون عقبات كبيرة طاولة الحوار. رئيس تحرير جريدة النهار الأستاذ غسان حجار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.